المسلسل رعاية غمضان ماكسيمم تيليكوم، وكيل نوكيا، سامسونج. سامسونج جالاكسي اس 3 صمم لك. الجودة والضمان من مجموعة غمضان، الوكيل في اليمن. نوكيا بيورفيو، كاميرا 41 ميجا بكسل، شاشة 4 انش، تسجيل صوت بنقاوة وجودة عالية. نوكيا بيورفيو غير كل التوقعات. اعتمد دائما لواصق غمضان ماكسيمم تيليكوم، هي الضمانة الأكيدة من نوكيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي يا بطش، وين
المفرقش والبيض المفرقش. أحلى شاي عدروزي لا تستشكر. أصلاً أحلى شاي عدروزي لا تستشكر. يا دخل إيش الخير؟ ما تبغى حال وفرحان يعني خلاص بدكم رطبوا ولا خير؟ بيجي الوزير بيجي الوزير. السلام السلام عليكم. إيش؟ الوزير. طيب الوزير بيخليك فرحان بهذا الشكل ومقش نت. ما الوزير؟ اسمع لا تسامش كثير. لا تسامش كثير بزيادة الوزير. إيش تقصد تستشكر إيش معك؟ يعني نقول لك إنه الوزير ما بيجيش عشان خاطر إنه ما بيجيش مع قضايا أنا. هو بيسمي نفسه إنه يسمع قضايا أنا. وبعدين بيجي بالتلفزيون بيصوره ويكلم هذا ويسمع هذا واستمع إلى هذا. يعني بالنسبة بيطلع ولقد زار الوزير الفلاني الحارة الفلانية ولقد استمع إلى قضايا المواطنين ووعد بحلها. ينتهي الخبر ينتهي مع كل شيء هذا. قصدك إنه يعني ولا بيسمح ولا حد. أنا مش أشياء حطت معنوياتك لكن هذا هو الواقع. أنا كداري المسائل حقنا أفعالهم قليلة وهدرتهم كثير من أنت الحناقة. إحنا بيني بينك ما بيش معانا غير الحناقة. جسمي على قولتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا أستاذ شكري؟ يا هلا يا هلا بورقس يا هلا. هلا يا بورقس هياك. خلي فاهم صلح لي بمية ريال شاي من لبن. يا بي هيا تعال شوف خالتك نرقص عندك احلى شاي لبن. والله راسل واحلى شاي لبن مركز زي السكر لغالب. يلا حلو شاي لزينة. نعم الوزير بيجي حافتنا. الوزير على حاله ابا ما زكاش حافتنا عمره ولا حد زارب كفلهم دحين مذكرهم في ابن احنا اكيد انتخابات قادمه واقيه ولا في امر مهم يتم الحال زارين به. هي على حاله على حاله قدم المسائل حقنا لا يشفعوا ولا ينفعوا. على قولتك مالكم اللي معاك كذا متشائمين مالكم متشائمين اطفاله قليل انا واثق اني بتفرج. بتفرج بتفرج من غير المسائل دينا اللي شوف سلاله وطلع على دورنا. كلامك صحيح والله في ناس استوى في حافتنا. ها وعي سياسي صراحه. انا بس مش بقول لك الثقه انعدمت خاصه في السنين الماضيه. يعني تصرفات المسؤولين أدت إلى فقدان الثقة ما بين المواطن وما بين المسؤولين ما بين الحكومة وما بين الشعب. مشان نعيد هذه الثقة يا عوض من جديد يشتي لنا جهد ويشتي لنا عمل متواصل ويشتي لنا إخلاص وتفاني. صح كلامك صح. السلام عليكم يا إبراهيم. وعليكم السلام. كيف الأحوال؟ يا الله معك يا أستاذ شكري. معك يا عوض. يا الله معك يا خالي الرزق عالش العزيمة رايضة الحرب في الميدان كلها. شوفوها نصبح الحال هنا بيصبح الحال في الحرب كلها. هذه البركة البركة على الطحامة. سمعت قال في وزير بيجي اليوم. وزير بيجي هنا وزير ما هو والله لا ما ادري وزير الغسيل والصب. هذا اللي بيمسح بيصب اللحنة بيمسحنا بس. الجيش وصل الشاهي سلمك حبيبي. هي خدمات ومن اخبار دبل نص واحد دبل نص يا ولد. حيا حيا السلام عليكم. السلام السلام جبرين عند النبي ان شاء الله. يعني الهرج اللي سمعته انا صحيح صح؟ ايش الهرج؟ ان الوزير واقي لهنا. واقي 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 الوزير جبت حق الملفات انا. ملف ملف ماهو ملف التوظيف حقني. اوه يا صايع يا ضايع يلا هذاك ما كملش دراستك وقطعها من لي ملف ما داخله الملف اكيد اكيد داخله ورق حق تنبل. انا داخل انا كيف مالك ده الملف حقي في بو شهادات الدراسيه. اوه شهاده شهاده ما هو شهاده ما هو انت ما قلقتش تعليمك. داخل انا القسم مشي لك حالك دحين كلهم الموظفين معهم شهادات لما جلس النواب في امين مليان. هو ده هو اللي ضيع البلاد. طيب اسمعنا اسمعنا يا انا معي فكره. طالما انه هذا معطله وانا معي طلب وفلان معطله ايش رايكم احنا نجيب ورقه ونعمل الطلبات حقنا كامل ونخلي الاستاذ شكري يقدمها لنا. لا استاذ شكري يا استاذ شكري انت هذاك الوحيد اللي من بين الحافه كذا مثقف ما شاء الله بتعرف تهذب وتقدر تتكلم مع الوزير مع هذا اللي بيناك مستحيل. انتوا موافقين ولا لا؟ موافقين معاكم. الله يهون. هذا المسلسل برعاية غمضان ماكسيمم تيليكوم وكيل نوكيا سامسونج.
نوكيا بيورفيو، كاميرا 41 ميجا بكسل، شاشة 4 إنش، تسجيل صوت بنقاوة وجودة عالية. نوكيا بيورفيو غير كل التوقعات. اعتمد دائما لواصق قمضان ماكسيمم تيليكوم، هي الضمانة الأكيدة من نوكيا. سامسونج جالاكسي استو، نظام تشغيل اندرويد، كاميرا 8 ميجا بكسل مع فلاش LED، شاشة 4.3 بوصة، تصميم رفيع 8.49 مليمتر. الجودة والضمان من مجموعة غمضان. الوكيل في اليمن. ويصلحوا لنا المقارن هذه بتطفح كل يوم لما زكمت النخل. حيامي ايش هذا؟ وثانيا ينقصوا لنا الاسعار علشان نعرف ناكل كم الناس. ايش اقول لكم؟ الطماط، الطماط قدر كيلو 600 ريال. يعني حتى صانون الهواء ما عاد الحقش. الموز، الموز يا جماعه، الموز الذي قدر هو ارخص حاجه، قدر مسكين اللي يكون ضبحان يشتري عياله كيلو موز. دحين بعد تقدرش اللي بنغب شبوان كيف يسوي؟ الكيلو الموز قدر 250 ريال. اتقوا الله في بن احنا، احنا نعرف ناكل، ايش حد ناكل يا ناس؟ حلو حلو صراحة، طلبات في الصميم. ها من عاد من بعده؟ أنا أنا الله أحمد. تفضل. سجل عندك وظيفة حكومي تليق بمقام سلطان التمور. وإيش من وظيفة تشتي؟ عادي نبدل لها شي حاجة، مدير عام ولا مسؤول على العمال. ما فيش خليني مدير قسم. يا سلام يا سلام. مدير يا سايع يا ضايع يا مديس. مدير مرة واحد كده؟ مالك ما تشتغل على نفسك؟ مالك دي حامي عليه من الصبح؟ مالك شافتينا ساكت ليك؟ ها ايش ايش ساكت لي؟ ايش بسوي؟ ايش بسوي من عاطفة الدبة؟ مرقس كل واحد حر يقول لي اشتيك. مالك لا ولا اشتينا الباطن. اوه احس التكتيك من الوزير لما بيجي ما يوظفوا على طول مدير. مالك ولا شلا اصلا الوظائف ما تجيش للعين اللي زيه. وفين وفين لما يجي منصب ولا وظيفة لواحد شريف وإذا أقل له تكون أقل له بالغلط. خلاص خلاص يا معه. خلاص يا ناريس خلينا إحنا نواصل. تزمش طيب سيزين عندك يا استاذ. بغينا من الحكومة إنها تزور على التيار، تزور عليهم انتباه دير التيار اللي ما يتقون الله في نفوسهم ويحتكرون البضايع الاستهلاكية ويتلاعبون بأسعارها على مزايهم وما يتغيرون بسعرها بالحكومة. بعدين نحن نروح الضحية، نحن أصحاب البقالات والدكاكين الصغير، لأن نحن نتطرف على أسعار عشان نعوض الخسارة. وكل ذي ما يلفهم رأس المواطن المسكين هو اللي يدفع الثمن. شوف يا حرب، ارتفع التفكير عند المواطن عندنا انه يتكلم في اشياء مهمه وملموسه. يلا ما عاد باغي. هلا يا فلاحين يا زارعين، الارض هذه ارضكم، خلوا الشجر تلم الثمن وحيوا لياليكم سوا. ايوه يا جماعه الخير. ايش اسجل الغريب هذا؟ لا 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 لا، أنا أشتي أتكلم عن قضية الفلاحين يا أستاذ شقري. الفلاحين دين التعابة الضباحة إن الحكومة لا جنبهم نجم ولا دانيبهم نبي حتى وين طلعهم. لا تهتم فيهم، لا تجيب لهم شتلات جناحية ولا تجيب لهم حلافات ولا طرق ري حديثة ولا حاجة. وبعدين المنتجات الزراعية حقنا يا جماعة الخير، المنتجات حقنا زراعية تروح دائما تهنيب لبلع حق الفلاح.
كيف يسوي نحن يا جماعة الخير؟ الفلاح هذا يجب على الدولة أنها توقف معه، صح ولا لا؟ يعني أنا مش محتاج تسبيقة على هذا الهنية. صراحة أشياء مهمة وجوهرية، لا تنتهي لا لا لا، أنا ولا أشتهي حاجة، أنا لا أدنى أشتهي شيء، أشتهي أن الحكومة تلفت للناس اللي زي فهيم، يعني مسكين هذا الليل خرج من الدراسة بعد ما مات أبوه علشان يصرف على أمه وعلى أخوانه ويشتغل، حرام يعني واحد زي هكذا. طيب يعني الاهتمام بالشباب وخاصة الأطفال واللي يتعامل منهم صح؟ نعم ممكن. خلاص أنا أعتقد أنه ما فيش حد عنده طلبات صح ولا لا؟ كيف ما باقيش حد؟ لا لا باقي نشوف نشوفك أنت إيش براسك إيش لو تطلب؟ لا أنا كنت سجلتها هنا في ورقة ونبغي نقول له. لا هنا ما تسمع بابا تقول له. طيب بس صححوا لي لو في أخطاء لغوية يعني. ولا يهمك نقبني عليك الأخطاء اللغوية. والله أنا أقول لك محفظ الحمد لله الأخطاء اللغوية الحمد لله والخارج أرفع. طيب أنا بصراحة بس أشتي من الحكومة أنها تهتم بالأطفال، تهتم بالنشء الجديد، تزرع بذرة حب وأمل واعية خالية من شوائب التخلف والقبلية والكره والعنف وحب الذات، جيل مسلح بالعلم والمعرفة. سلام جيل من الصغر من الروضة، هذه العجينة الطيبة اللي ممكن تسمع منها الخير وممكن تسمع منها الشر. هذه العجينة اللي اهتمينا بها وجبنا لهم يعني مربيات فاضلة تعرف الأسلوب والطريقة الصحيحة لتربية الطفل يكون جميل جدا، لكن مش تجيلي مربيه قد اضرب حالها من اللي معاه بالبيت. خليه يضرب امه. خليه يضرب كله فوق اطفال عمره. يعني جيل مسلح بالعلم والمعرفه من الصغر، بتكبر معه هذه المبادئ والقيم والعلوم كلما انتقل في المراحل الدراسيه. صح ولا لا؟ الله 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 استاذ شكري تذكرنا بنفسي لما تكلم. شكرا يا عضو الوزير. اجا شو انا بشوفه الله الحمد لله. هذا المسلسل برعاية غمضان ماكسيمم تيليكوم، وكيل نوكيا، سامسونج. سامسونج جالاكسي اس 3 صمم لك. سامسونج جالاكسي اس 3 صمم لك. الجودة والضمان من مجموعة غمضان، الوكيل في اليمن. نوكيا بيورفيو، كاميرا 41 ميجا بكسل، شاشة 4 انش، تسجيل صوت بنقاوة وجودة عالية. نوكيا بيورفيو غير كل التوقعات. اعتمد دائما لواصق رمضان ماكسيمم تيليكوم، هي الضمانة الأكيدة من نوكيا. لو كان عليه اسمع ايش
صوات ستيشن مش اي كلام، صور يعني كذا محبوكه محوجه مش كذا. ولا همك بعطيك صور بخلي اوباما من نفسه يحسنك. اوباما مش بنسوني طايره بلا طيار. اقول لك ركز على الحواجب. ركز انا فاهم، ركز مش تجي تدور بس فواتير. هذا طبعا احنا جينا بعد التست. طبعا الخبر حقي ينزل بعد الظهر، النشر حق الساعه 6 والنشر حق الساعه 8 ينزل بعده، والنشر حق 9 ينزل بعده، والنشر حق 10 ينزل بعده. لو لقيت النشرات كلها الخبر حقي لازم ينزل، فاهم؟ حاضر. بعدين في حاجه مهمه، الاعلانات مش معاكم اعلانات؟ اكيد بشتريها منكم، نزلوا الخبر حقي بدل الاعلانات. ولا يهمك تطور سيدي الوزير. او كان عليك. او كان. فزيتوا بنا الله يهديكم. طبعا انا جيت زياره لحارة الانس. وحارة الانس هذه هي من اهم الناس اللي بشعبي الحبيب هذونا. انا دائما فخور جدا ان انا اجي احل مشاكل وهمومه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت فين المصور؟ صور بالله جنب الحبوبه هذه. حاضر حاضر. يعني انا بجلس جنب الحبوبه. كيف اسمح لك؟ ايوه لو سمحت. كيف حالك يا كريم؟ تمام. طبعا انا اجيت مشان احل اي هموم او اي مشاكل تواجه الشباب في حافة الانس، واي هموم او اي شباب ممكن ايش هذا؟ ايش وظيفه؟ انا كذا بالله ايش وظيفه؟ ايش تشتغل؟ طيب اعتبر نفسك موظف مع الدوله. خلاص ها سجلهم مع المتقاعدين. متعاقدين. طبعا انا خدوم جدا، انتم ما تعرفوناش. انا لن 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 اترك اي هم يكون في صدوركم الا وبشيله منكم، باحبشه هبش. لا تقلق صدقونا، همومكم هي همومي. اي مشاكل اي حاجه تقدروا تصارحونا، افتحوا قلوبكم، خلوا قلوبكم كتاب مفتوح. يعني انا موجود عشان قلوبكم. تفضل تفضل. مالك زين صور معك. لا طبعا طبعا. تفضل 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 بالله ان تصور. صور يا معين. يلا حضر حضر حضر. مسالة حلوة. يا سلام عليكم. يا سلام. كلهم هم كيف صور لهم حاجه ولا بسوي لهم شيء. هذول المسائل حتصوروني لو تسمح بس. اوه يا حفظ الانس يا حفظ الانس، خليكم المره واحده متفائلين، بطلوا التشاؤم حقكم هذا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا 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 وزير يا وزير. نعم. يا اخي احنا بصراحه يعني كتبنا حقنا الطلبات كلها والشكاوي كلها بورقه، وخلينا الاستاذ شكري يكلمك فيه ان شاء الله. ها في شكاوي في بيت طلبات. وهذا بنو ذا شكري ما كيفه؟ انا استاذ شكري ما مالك؟ تمام يعني تمام. نقدر فين الاستاذ شكري؟ تفضل 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 يا استاذ شكري. تفضل اذا في اي هموم او اي مشاكل هنا عند الشباب يعني تقدر تقولها بكل طيبه. يا معالي الوزير، انت عارف انه يعني همومنا وطلباتنا كثيره جدا لا تعد ولا تحصى، ونحن شعب صبور ونشتي مسؤول يسمعنا وينفذ مش يسمع ويطنش. لا 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 لا، انت عارف كلام ما تعرفناش. انا مش من هذا النوع لا اطلاقا. انا الرجل دغري. يا سعادة الوزير، انا قد لخصت طلبات حافة الانس في هذه الورقة. هذه كلها طلبات حافة الانس. تفضل. هذه كلها طلبات بسيطة بسيطة. انتم ناس طيبين متواضعين. الله يخليك. طلباتكم بسيطة. تفضل تفضل، حاول تشرح لنا بعض ال شوف طلباتنا تتمحور في أنا قلبي لكم مليان يعني. ما تقلقوش في أي وقت أي هموم أي مشاكل، أنا مستعد في أي لحظة في أي وقت
اعتبروا مطالبكم هذه وهمومكم كلها محلولة. كل شيء بان يا سلام ايامك يا بعد ما تغلقوش يا سلام يا سلام يا بابا تسلمني الكوشة بس ما الكلام اللي قال الشباب المخرف ذا ابو طلعوا كلمه منه فاهمين فاهمين ركزوا بس على الصور حقي بعدك على بعدك يضحك عجبت انا صور حقك يطلع حلو انا قلت لك يا عمي امشي صور مع الشعب صوره مع الشعب بالله صوره مع الشعب بسرعه بتسابع حلو ابو علو زيد بسرعه شكرا شكرا انا اشكركم جدا اشكركم جدا لتفاهمكم العميق وتفاهمكم الرائع وان شاء الله كل حاجه فيكم بتنحل بحلحلكم كل شيء ان شاء الله يا سلام يا سلام ايش شكله ما بتفهمش حاجه ولا ايش؟ ولا بفتهم لهم حاجه هادلنا من يابو لماكو لقابض الارواح